بسم الله. دلوقتي لو انا عندي الشكل دوت وعايز جزء معين، مثلا المكتبين دول ما يظهروش معايا، فهلقى الامر اسمه ويب اوت. اقول له انا عايز البول لاين وابدا اختار، ارسم بول لاين بالشكل دوت وبعد كده ادوس انتر. ايوه بالشكل دوت، بحيث ان هو ما يظهرش معايا. ممكن ابدا اشوف الاختيارات، يعني هقول له ويب اوت واقول له فريم. هل انت عايز الفريم اون ولا اوف ولا يظهر بس ما يتبعش؟ طيب خلينا نقول له اوف. ونبدأ نرسم، اقول له بقى ويب اوت وهبدأ ارسم بالبول لاين بالشكل دوت، واروح داس انتر، هلاقي ان الفريم نفسه مبقاش ظاهر معايا. طيب ممكن نجرب حاجة تانية، اقول له ويب اوت، هقول له انا عايز ادخل في خصائص فريمز واقول له ايه، انا عايز اخلي الفريم ده ديسبلاي بات نوت بلوت، يعني هيظهر معايا، هيظهر معايا كأنه شغال بس لما هاجي هطبع مش هيظهر معايا اثناء الطباعة. يبقى انا عندي 3 اختيارات: اون الفريم بيظهر، اوف الفريم ما بيظهرش، تالت اختيار الفريم بيظهر معايا بس اثناء الطباعة ما يظهرش. اقول له هنا ويب اوت وهبدأ ارسم البولين بتاعي بالشكل دوت. هو كده ظاهر، بس لو قلت له بلوت ورحت دخلت في البلوت بريفيو، اختار الطبعة وليكن مثلا بي دي اف، اهو الجزء دوت الفريم نفسه ما بقاش ظاهر معايا، الشغل نفسه مش ظاهر ولا حتى الفريم، بينما هو في اثناء الشغل ظاهر معايا.